نعت حالة شيحة شقيقة زوجها معز مسعود اللي هي علا مسعود اللي هي في الصورة ديت والتي رحلت عن عالمنا صباح يوم الجمعة 12 نوفمبر 2021. كان معز مسعود نشر صورتها معاه، طبعا هي أخته الصغيرة ورحلت بعز شبابها الله يرحمها. نشر معز مسعود الصورة ديت ليه مع حلا وبنته سارة مسعود، هو كان اتجوز 4 مرات، الأولى سارة وده مع والدته وابنه من سارة، وهنا الزيجة التانية من بسنت نور الدين، كانت الزيجة التالتة من شيري عادل، وبعد كده طبعا الزيجة الرابعة من حالة شيحة. حالة شيحة كانت لبست الحجاب والنقاب وبعد كده خلعتهم. هنا اخواتها رشا شيحة ودي مايا شيحة، وكانت اتجوزت هاني عادل هو أول أزواجها، وبعد كده الزوج التاني الكندي خلفت منه 4 أبناء، هنا وخديجة وعائشة وأحمد.